توقعاتك ايه لماتش الزمالك والاسماعيلي النهارده؟ والله باعتباري انا زملكاوي قديم بتمنى طبعا الزمالك يكسب، لكن انا اساسا انا بحب الاسماعيلي، فهتفرج هبقى محايد يعني بيني وبينك يعني. ما هم تعبوا قبل كده برضه وهيكسبوا ان شاء الله. قادر وقدها وقدود الزمالك، طول عمره يطلع في وقت الخنقه يطلع فوق. شوفه اسمع الزمالك بيخسر على طول، اهلاوي بقى اعمل ايه؟ جينات. لا لا الاسماعيلي اصلا السيزون ده على قده يعني، ف وما عندهمش طموح لحاجه، فكده كده الزمالك هيكسب عادي يعني. اه ان شاء الله وهيبقى ماتش حلو طبعا، فرق كلها السنه دي كويسه، والزمالك ان شاء الله هيقدم مستوى حلو ان شاء الله النهارده عشان يرجع الصداره تاني. يعني فرجاني هيأثر طبعا مع الزمالك لان هو العالي اللي بيفكر للزمالك، انا اهلاوي على فكره. وبعدين الزمالك مجهد لان برضو مدرب بتاع الزمالك معتمد على ناس معينه اتهلكت في افريقيا واتهلكت في الدوري، فباذن الله ان شاء الله يتعادلوا ان شاء الله. الزمالك راكب الدوري من اول الموسم والكلام دوت، وان شاء الله الزمالك يكسب. متوقع كام كام؟ 2-0 للزمالك ان شاء الله. الزمالك غالبا هيكسب يعني للاسف، بس حلو عشان يبقى عندهم امل برضو. لا منعونا الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك 3-0. ماشي ان شاء الله يعني الاسماعيلي يكسب 2-0. مش هيبقى سكور جامد، بس ممكن يكون 2-1 لصالح الزمالك. ان شاء الله الزمالك يكسب 2-0. ان شاء الله يتعادل ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك يكسب 2-0.